الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الإخوة أعضاء مجلس الشورى، الإخوة الوزراء، الأخ الأمين العام، الأخ قائد المنطقة العسكرية الثانية، قائد النخبة الحضرمية، الأخ قائد محور الغيظة، الأخ مدير الأمن، الإخوة القادة العسكريون قادة الألوية، الإخوة الضباط والصف الضباط والجنود، أفراد النخبة الحضرمية الكاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق لنا أن نحتفل اليوم بيوم النصر العظيم. ما كان لبلد ما أن يأتي يوم تحريرها إلا وتحتفل، فكيف إذا كان التحرر من قوى الإرهاب، وكيف إذا كان الاحتفال بهذا اليوم في بلد طاردة للإرهاب نابذة له مثل حضرموت. ونقول للمتسائل، كيف لهذه البلد بلد الوسطية والاعتدال أن تكون يوما حاضنة للإرهاب؟ أبدا لم تكن يوما من الأيام حضرموت حاضنة للإرهاب، بل كانت وما زالت موطنا للسلام. الإرهاب الذي داهمها يوم 2 أبريل في العام 2015 كان غزوا من الخارج، وبتواطؤ ممن كان يعتقد انهم حماتها او موكلين بامنها، تماهي وتواطئ، فسلمت المعسكرات لجماعة لا تزيد عددا على حراسة احد المعسكرات التي كانوا يتربعون عليها. تركوا حضرموت لقمة سائغة لأنهم لم يكونوا ينتمون لها هوية، فكانت تلك المأساة. واستلمت القوات الظلامية أعز بقاع الأرض بالنسبة لنا، عاصمة محافظة حضرموت والمدن الأخرى في الساحل الحضرمي، وظنوا أنهم أسسوا دولتهم المنشودة التي طالما تغنوا بها، وأسسوا بيتاً دعائمه أعز وأطول، بل هو بيت واهن كبيت العنكبوت. في هذه الأثناء التي داهموا فيها محافظة حضرموت، كان قد تأسس قبل أيام عدة حلف أشبه بحلف الفضول لنصرة الحق وإغاثة الملهوف، هو التحالف العربي الذي تأسس لدعم الشرعية. ودحر الميليشيات المنقلبة على السلطة والشرعية. لم يمر سوى 8 أيام من بدء عاصفة الحزم حتى سقطت حضرموت بأيدي هؤلاء أو هذه القوة الظلامية. أدرك القادة، قادة بلادنا في ذلك الوقت متمثلة في الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، وقادة دول التحالف العربي، أدركوا أن خطر القاعدة أكثر بكثير من خطر قوات الميليشيات المنقلبة،
ولكن هذا يتطلب تأني كامل. وبحنكة منهم بدأت عمليات التحرير من هناك، من صحراء حضرموت ومن هضابها، فتأسست معسكرات الخالدية والقيعان والمسيلة ونحب وغيرها، وكان القرار أن تؤسس قوة حضرمية من أبناء حضرموت حتى يكونوا حريصين عليها ولا يسلموها أبدا. فتأسست النخبة الحضرمية، أيقونة النصر العظيم. النخبة الحضرمية مفتاح النصر، وعندما اكتمل النسيج الوطني من أبناء حضرموت في النخبة الحضرمية والقبائل ورجال المقاومة، بدأت الخطة العسكرية بهؤلاء القادة الماثلين أمامكم اليوم. فبدأت طائرات التحالف العربي في دك مواقع هذه القوات، وتحركت قوة النخبة الحضرمية والقبائل وكذلك القوات البرية للتحالف العربي، ودخلت هذه البلاد فاتحة من ثلاثة محاور، فكان النصر العظيم. فحق لنا اليوم أن نحتفل بهذا النصر، وحق لنا أن نقول إن قادة هذا النصر سيظلون قادة لحضرموت إن بقوا في مناصبهم أو اعتلوا لمناصب أعلى. فقائد النخبة الحضرمية السابق اللواء فرج البحسني هو الآن أحد أعضاء مجلس الرئاسة، وهو قائد رمز لهذه البلاد. وقادة الألوية كلهم جميعا، منهم من اعتلى منصب مثل اللواء فايز التميمي وزملائه قادة الألوية جميعهم، والعسكريون والأمنيون، كلنا نعتبر أنفسنا في ثغور، ولا زال الوقت أمامنا حتى يتم دحر هذه الميليشيات وغيرها من كل مناطق حضرموت. نحن الآن في مهمة يد بيد، يد تدافع ويد تبني. جميعنا في هذه البلاد لسنا إلا خداما لحضرموت وأهلها. اليوم نقول إننا لدينا قوة ستدافع على حضرموت إذا ما داهمها خطر، ولن يتركوها لقمة سائغة، لأنها بلادهم. ونحن اليوم نقول في ختام هذا اللقاء أو هذا الاحتفال الخلود للشهداء والشفاء للجرحى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه المعين. الأخوة أعضاء مجلس النواب والشورى، الأخ وزير التربية والتعليم الدكتور طارق سالم العكبري، الأخ وزير الكهرباء المهندس مانع بن جميل، الأخ محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي، الأخ اللواء محسن مرصع قائد محور الغيبة، الأخوة الأخ مدير أمن الساحل مطيع بن علي، الأخوة القادة العسكريون، الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي، الشخصيات الاجتماعية الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في يوم تتلاقى فيه تضحيات أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، يوماً من أعظم الأيام مخلوداً
في تاريخ أمتنا وهو يوم 24 من أبريل يوم الوفاء للشهيد. نلتقي هنا لنتذكر معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وأرواحهم ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي وتقتدي برحلة كفاحهم وتدرك إن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، وإنما الحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحية. وما حققه أبناء حضرموت على امتداد تاريخها الوطني إنما يؤكد إن أرضها المقدسة لا يمكن أن تنضب أبداً من الأبطال. وكما كان الماضي زاخراً بأمجاد الأجداد فإن الحاضر أيضاً يأتي مصحوباً بإنجازات الأحفاد. فما يسطره أبناؤنا من شهداء النخبة الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامها إجلالاً وأحتراماً. وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم. وهنا لا بد أن أشير ومن موقع المسؤولية إلى أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن أن يتوفر المناخ الآمن والمستقر لحضرموت لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة تجري في ربوع الوطن كافة. وإنني أبعث من هنا بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال النخبة الحضرمية البواسل على اختلاف رتبهم ودرجاتهم لما يحملونهم من شرف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن. كما أوجه تحية إعزاز وتقدير إلى أبناء حضرموت المخلصين لجهودهم ومشاركتهم في عملية التحرير. وفي نهاية كلمتي ونحن نحتفل بيوم الوفاة للشهيد أتقدم بالشكر اليزيد لقيادتنا السياسية متمثلة في الدكتور رشاد محمد العليبي وأخوانه أعضاء وحكومتنا ووزير دفاعها والأخوة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم اللامحدود ومشاركتهم في تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابية. يجب هنا أن أشير إلى تضحيات أسر شهدائنا الأبرار، إلى من فقدوا الإبن أو الأب أو الزوج أو الأخ. إليكم جميعاً أهدي تحياتي وتحيات وتقدير أبنائكم في النخبة على صبركم وتحملكم واحتساب فقيدكم عند الله سبحانه وتعالى ورضاكم بقضاء الله وقدره. وأقول لكم أنتم في عقل وقلب كل منتسبي النخبة الحضرمية ولن نترككم تواجهون الحياة لوحدكم. سنكون معكم في كل خطوة تخطونها. فإذا كنتم قد فقدتم فرداً عزيزاً غالياً من أهلكم فإنني أؤكد لكم أن حضرموت كلها أهلكم ودائماً وأبداً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اللواء الركن طيار فائز منصور التميمي قائد المنطقة العسكرية الثانية قائد لواء الدفاع الساحلي الأستاذ نائب رئيس مجلس الوزراء سالم أحمد الخمشي اللواء الركن محسن علي مصر قائد محور الغيضة الأخ وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بنيمين الأخ وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري الأخ صالح عبود العملي الأمين العام للمجلس المحلي الأخ مدير أمن ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي الأخوة الوكلاء والمدراء والأخوة المستشارين القادة والضباط والأفراد كلهم باسمه وصفته الحاضرون جميعا باسمي شخصيا وباسم القوات الرمزية المشتركة أرحب بكم في معسكر لواء الريان بمناسبة الذكرى السابعة لتحرير ساحل حضرموت في 24 إبريل 2016
وتأتي هذه الاحتفالات هذا العام بذكرى التحرير متزامنة مع موسم احتفالات أبناء المحافظة والوطن عموماً والمسلمين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. إنه لشرف لنا أن تكرمت بالحضور إلى لواء الريان، لواء المهام والجاهزية القتالية العالية بين ضباطنا وأفرادنا لغرض رفع المعنويات والمشاركة في الاحتفالات. إن هذه المناسبة عزيزة على كل حضرمي وجنوبي شريف حقق النصر فيها بفضل الله وبفضل الدماء الزكية الطاهرة التي ضحى بها زملائنا الشهداء والجرحى من أبناء محافظة حضرموت المنتسبين للنخبة الحضرمية وبعض من أبناء المناطق الجنوبية، ولكن كلهم كل الاحترام والتقدير. الأخوة الحضور، إن القيادات العسكرية للنخبة الحضرمية قد أصبحت قيادات مجربة ومحنكة وذات مهارات عالية قد تم اكتسابها من تجارب وخبرات القادة الذين سبقونا في الخدمة، أمثال اللواء صالح بن يسلم بن سميدع، واللواء الركن صالح بن حسينون، واللواء الركن عمر سالم بارشيد، واللواء الركن سالم سعيد المنهالي، واللواء الركن علي سعيد الحيقي، واللواء الركن حسين المنهالي، واللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، واللواء الركن عبد الرحيم عتيق، واللواء الركن فرج بن سالمين البحسني، واللواء الركن عويضان سالم عويضان، وغيرهم من القيادات العسكرية المحنكة. منهم من استشهد، ومنهم من توفى، ومنهم متواجدين معنا أطال الله في أعمارهم. إن القوات الرمزية التي أمامكم والقوات المتواجدة في الوديان والجبال والهضاب والسواحل قوات ذات عزيمة وإرادة قوية مدربة ومنظمة، وقد اختبرت في العديد من المواقف ومنها عمليات عسكرية نوعية وخاصة، وعلى سبيل المثال عملية الفيصل وعملية الجبال السود وعملية القبضة الحديدية وغيرها من العمليات المعلنة وغير المعلنة. إن الوجوه السمراء التي تقف أمامكم اليوم هم صدور حضرموت ونسورها وسهامها للموت لمن أراد أن تسول له نفسه اللعب بالنار وبالاستقرار وتعكير صفة المجتمع والسكينة العامة لحضرموت والوطن أجمع. الأخوة الحاضرون، إن القوى الوطنية في الساحة الحضرمية من انتقالي ومؤتمر وجامع وحلف ومرجعيات وغيرها من المكونات الحزبية والاجتماعية، وكذلك قاداتنا السياسيين الحضارم في المجلس الرئاسي والوزراء وأعضاء مجلس النواب والشورى، أن يكونوا عون وسند ودعم للسلطة المحلية وللأجهزة العسكرية والأمنية والمتمثلة في محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية قائد لواء الدفاع الساحلي اللواء ركن طيار فائز منصور التميمي. ووفق الأنظمة والقوانين والصلاحيات المنظمة لأعمالهم، ونحن واثقين أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لأجل المساعدة والدعم وتذليل الصعاب وتلبية حقوق حضرموت من بنية تحتية وأمنية وعسكرية والتي تتناسب مع حجم مساحة حضرموت وثروتها وسكانها. وفي الختام نتقدم بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على الدعم وتفاهم المطالب والتعجيل في تلبيتها، وكذلك الشكر موصول لدول التحالف العربي والمتمثل في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إمارات الخير والعطاء والتضحية. ولا يسعني في الأخير أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الأمن والاستقرار التي ننعم به في ربوع حضرموت، حضرموت الوفاء، حضرموت العزة والإيباء والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.